هناك عدة تساؤلات حول الأحداث التي شهدها العراق يوم أمس، بخصوص إزالة صور الحاج أبو مهدي مهندس. إذا دخلنا بالسياقات الإدارية اللي معمول بها في أمانة بغداد، إذا كانت طبعا معروفة في أمانة بغداد، ممكن هذه الصور أو اللافتات أو الإعلانات تؤجر بالمتر وحسب المواقع وحسب لكل واحدة لها كلفة معينة. أنا طبعا هذا مو جانبي، لكن أنا بحثت منذ الأمس اليوم أبحث بهذا الموضوع حتى نقدر نطلع بنتيجة أنه شنو الخلل وين المشكلة. إذا كان الحشد الشعبي لديه عقود إيجار لهذه المواقع موثقة وموافق عليها اللجان اللي تشرف عليها في أمانة بغداد، كونها هذه الصور مطابقة للأعراف والتقاليد والشروط ولا تكون مخل بالآداب، ها طبعا سياقات المعمول بها في أمانة بغداد. فبالتالي إذا أزيلت هذه الصور تعتبر أمانة بغداد ناكلا بالعقد الموقع بين هيئة الحج الشعبي أو بين عائلة الشهيد المهندس أو بين سين من الناس تعاقد مع أمانة بغداد وحبه لأبو مهدي المهندس وخلى الصورة. أما دون ذلك فطبعا القانون ممكن أنه أمانة بغداد في سياق القانون، ولا أذكر الحكومة، أنا لست بصدد الدفاع عن الحكومة، لكن نحن نتكلم بواقع. إذا كانت أمانة بغداد ليس لديها عقد موقع مع الطرف الثاني المستفيد من نشر الصور، فهي تعتبر مخالفة وتجاوز على أموال أمانة بغداد وإلى آخره. أنا طبعا أنا أفهم، أتفهم لجمهور الحشد، وأتفهم أنه لهم هذه قدسية كبيرة ورمزية كبيرة لكل من ساهم أبو مهدي مهندس بتحريره خلال الفترة السابقة من آثار داعش العدواني وغيره. لكن نحن اليوم في صدد بناء دولة نشترك إحنا والحشد والمواطن الفقير والمواطن المسؤول، كنا نريد نبني دولة مؤسسات.